200 دجاجة تتسوي 200 بيضة، 200 بيضة بجوج درهم البيضة 400 درهم، وتاكل 100 درهم وترجع لك 300 درهم. فابور تبع الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة مواعي تيفي. تعطلت عليكم بزاف الشهر هذا ولا اكثر، ما درت باقي حتى فيديو لشي اشباب شخصية شوية. المهم انا رجعت لكم ان شاء الله فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. حلقه اليوم هي مشروع تاع الدجاج. بزاف الناس تيبغيو يبداو مشروع تاع الدجاج وتيسولوا واش مشروع ناجح ولا فشل. اول حاجه باش عارف بان هذوك اللي تيقول لك 300 دجاجه تساوي 300 600 درهم، تيقول لك 200 درهم تعطيك 400 درهم، اذا مشروع مربح مزيان وفيه الفلوس وفيه كذا. داكشي كله غير هضره هذيك. المهم الواقع خاصك تعرف شنو هو. اي مربي تيبدا هذا المشروع الا تيفكر في حاجه وحده، هو الربح السريع. ديما حنا عندنا هذا المشكل ديال الربح السريع. كيفاش انني نربح دغيا من هذا المشروع؟ انا وعسي ديال الله بدا المشروع على السيمانه ولا شهر تيقول لي خاصني يكون عندي واحد المدخول اللي هو كافيني، مدخول اللي هو كافي من هذا البروجي اللي يدير او هذا المشروع اللي يدير. الدجاج ماشي من هذوك المشاريع اللي تيعرف شحال من انا وقع لي هذا البلان. كنت انا في عوض ما نشري الفلاس ونكبرهم شريت دجاجه، بديت نشري كل سوق تنشري منه دجاجه، هذا اربعه هذا خمسه هذا سته هذا عنده دجاجه تنشريهم من هنا. توصلت تقريبا لواحد ما بين 80 حتى 90 تقريبا دجاجه، ما بين 80 86 حتى 90 دجاجه تقريبا كلهم. داكشي كله تقريبا دوز عندي واحد المرحله كبيره اللي تجي كل ليا ديما واحد الكميات الماكله اللي كبيره بزاف. ولكن يلاه بداو تبيضوا تما فين اتصل بهم المرض، تما فين تما فين اتصل بهم المرض ولا فيهم واحد المرض اللي هو خايب بزاف وما غادي تشوفوا الفوق. غادي نوريكم في التصور ديالو هذاك المرض. الى انت مربي وجا القطيع ديالك، اول حاجه تدير هو انه داك الدجاجه الاولى او الفروج الاول اللي ولا فيها هذا المرض تهزو تعزلو على الدجاج الاخر. وشنو الدجاج الاخر او جا وصورو ودي البيطاري دغيا دغيا بطرب هذاك الشيء باش انك تلقى الدواء. وهذاك اللي مريض دير ليه قطران وغسليه بجبيه هذوك الحبيبات اللي في عينيه. المهم انا 86 دجاجه تقريبا كلها مشات ليا، المهم 86 ولا 84 دجاجه كلها مشات ليا، بقات لنا 10 تقريبا 76 ولا مع 74 تقريبا اللي مات ليا. تصور دابا كاع داك الشيء كله انا شهرين ثلاث شهور نجمع في الدجاج بان ندير بروجي او مشروع تاع الدجاجات. مشى لي داك الشيء كله في المشتعين تقريبا واحد ما كاملاش حتى سيمانه، تلوح 6 8 10 واحد النهار لحت 16 دجاجه، 16 دجاجه مره واحده. ما عرفتش انا شوق عليهم شويه تيبان ليا تتكون فيهم حبه شويه تتعمر لهم عينيهم شويه مابقاش ياكلوا شويه تلقى شي مريض شي منبوز شي ميت. المهم مشى لي الدجاج كله، وتما عرفت بان اكبر مشكل ديال الدجاج هو الشري من السوق. اكبر مشكل ديال اللي غادي تواجهو كمربي هو انك تشري دجاج من السوق. الدجاج اللي تشري من السوق كله امراض، عمرك تشري شي حاجه من السوق الا وانه تلقى شي واحد السوق عنده دجاج نقي ولا زوين تقول له تبغي شي دجاجات ولا من الدار، هذوك ممكن. اما باش تشري من السوق انت وزرك، ممكن تشري الامراض ممكن تشري بزاف د الحوايج. المهم بالنسبه للناس المربين كيفاش تبداو الدجاج، كما غادي تشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي نوريكم كيفاش غادي تبداو المشروع تاع الدجاج ومن الصفر حتى النجاح ان شاء الله. تيولي عندكم مشروع اللي يدخل لكم واحد المبلغ اللي لا باس به في الشهر. وبالنسبه للناس اللي بغي يديروا هذا المشروع، اول حاجه تفكر فيها هو انك تشري فلاس باقي صغار او باقي يلاه خرجوا من البيضه تقريبا او عندهم 22 يوم. اول حاجه تعرفها بانه داك السيد ملي تشريهم انسان معقول وانهم فاكسانين مزيان ويدير الفاكسان ديالهم كما غادي نشوف هاد كما غادي نوريكم في هاد الفلاس. كما تشوفوا هادوك هادو فلاس عندي، هادو تقريبا عندهم 14 غدا 15 يوم ان شاء الله عندهم هادو. كما كتشوفوا دوكا في هاد الفلاس كما شفتوا هادو عندهم تقريبا كما قلت لكم عندهم 15 يوم تقريبا، عندهم 14 يوم وغدا 15 يوم ان شاء الله. وكما تشوفوا كما كي تيخرجوا من البيضه خاص تعطيهم ديماراج اللي هو تيكون عامل الفيتامينات اللي تيزعمهم. بالنسبه للناس اللي بغا يخرجوهم، اول حاجه تعطيهم النهار الاول هو انت تعطيهم تدخل كي تخرجوا من الفقاسه او تخرجوا من الدجاج تعطيهم واحد الشيت الماء والسكر. كما تشوفوا تعطيهم هذوك الشرابات الماء والسكر تشربوه مزيان، تشربوا الماء مزيان، تعطيهم الماكله، تعطيهم الديماراج يكون رقيق بحال الشكل تاع الدقيق في 4 ايام الاولى. وتتمشي تشري الفاكسان ما حد الا عندك تقريبا الكميه كثيره او المهم الا عندك 50 ولا سميتو ممكن دير الفاكسان. الا حنت الفاكسان تيكون 1000 تديرو تقريبا في 5 يترو وتعطيهم تيشربوا
ساعه ونص تتحيدوا من داك الفاكسون كله، تمشي تخوي لبلاصه بعيده ولا تخوي في شي حاجه، المهم ما يكونش قريب حداهم. واش اخر واش اخر وسبع ايام تاني، نهار سبع ايام تزيد لهم فاكسون اخر، ونهار 14 يوم فاكسون، ونهار 21 يوم فاكسون عفوا. المهم تيولي عند قطيع زوين ونقي من جميع الامراض، كاع الامراض اللي ممكن يواجهوا في من هنا للمستقبل ومن هنا للقدام، ما تلقاهم ما تلقاش تلقاك انت حاربتيهم، اي مرض جا القطيع الا تلقاك انت حاربتيه. من ديك الساعه تبدا تتبع المشروع ديالك انت، وديك الساعه فلازم تبريك شي واحد فيه شي مشكل ولا تعزلو تشري الدواء بوحدو. وديك الساعه ملي تيكونوا فاكسانيين ديك الساعه ما تتهنى من جميع المشاكل. بعض المشاكل اللي قليله هي بعض الحشرات وداكشي اللي تيكونوا فيهم هذوك، اي بلاصه بتربيو فيها الفلاز الا وخاصك ديروا فيها الجير، ترشوها بالجير مزيان وشي مبيد حشري، ولكن الجير كان احسن، الجير زوين بزاف. وتعطيهم تيدوزوا واحد 7 ايام ولا 8 ايام، وتعطيهم الدوزيام السيكريم الدوزيام اللي هو تيزعموا حتى هما، وبعد الفيتامينات مره مره، داك اوكسي فيتامين زوين بزاف تديروا لهم في الماء، واحد المعلقه فيه تروت الماء تعطيهم تقريبا مره في الشهر ولا مره في 15 يوم على حسب الاستطاعه ديالك انت، ما غاليش بزاف، تقريبا الثمن ديالو تيدير ما بين 30 درهم و 40 درهم على حسب المدينه فاش كاين انت او المنطقه او المنطقه فاش كاين انت، كل مدينه تقريبا تطرح الثمن ديالها على حسب انت واش بعيد عليك البيطاري ولا قريب عليك ولا كيما شفتو البلاصه هما هادو هما. في مات الاولى حتى يلاه خرجوا من الفقاسه كنت نديرهم هنا وسديت عليهم هنا ملي باقي سخون، ودرت لهم واحد البوله بحال هادي تقريبا تاع 40 واط لا 50 واط كيما شفتو، تبقى ديما شاعله تتسخنهم دوك اليامات الاولى حيت مازال ما تيديروا الريش. وفي مات فاش يسخنوا في الليل تقريبا تنديو هاد البولات اللي تاهي شتا كيما شفتو ضعيف، هاد البولات كيما شفتو تنديرو مره في سميتو الا كان مظلم الحال بنهار، ولكن بالليل تنولي تنطفيها اليوم هاد اليامات حيت ولاو داروا الريش سخنوا وخاصهم يرتاحوا وخاصهم يعسوا. وكيما شفتو هذا بيت كبير جيت انا طلق ديالو وانا ندير لي هذا كيما شفتو بحال هكا واحد النص تاع مايو، والفوق درت لي الميكا كيما شفتو باش يبقى ديما عندهم هنا سخون هو، باش ما تيكبروا وانت تزيد لهم المساحه باش ما تيكبروا وتندفع هذا لداخل سميتو لبرا. المهم تيولي عندهم واحد شهر ونص تقريبا ولا تخلي لهم البيت كله كيما شفتو هما. ها الماء هو مازال ما بدلتو ليهم، الماء باقي على البال، ولكن الشرابات باقي عامره كيما شفتو. هادي هي البوله تندير ليهم هيا كيما شفتو، مظلم الحال الليل هذا. انا تقريبا كاينه ما بين 50 حتى 60 والله ما حسبتهم، تقريبا كان عندي شي 70 واحد المش دخل كليا هي تقريبا شي 12 ولا 14 اللي كليا واحد المش كيما شفتو، كل نهار ياكل جوج ثلاثه حتى وليت حيدتو كاع وليت قرطو ديتو ضربتو كما تشوفو هما هما سيدي اليسار. وكما عرفتوا اخوتي اي واحد بغى يدير شي بروجي او شي مشروع لانه انفيستي في واحد المبلغ مالي وما يتسناش المقابل واحد الشهر ولا شهرين تقريبا، بالنسبه للدجاج خاصك تسنى 5 شهور تقريبا حتى تبان لك النتيجه مزيانه مزيان، 5 شهور تقريبا بانك تكون عندك واحد القطيع تاع 200 فلوس عاد تعزل منهم الدجاج اللي بتخلي، والفراشه تعزلهم تقريبا الفراشه تعزلهم والفراشة تسرح لهم السكانين باش يغلظوا مزيان شويه وتسرحهم السوق، وتتخلي وتتخلي فقط فروج واحد لثمانية دجاجات، كاين اللي تيخلي فروج لعشر دجاجات ولكن ثمانية مزيانة، تتخلي فروج لثمانية دجاجات وداكشي اللي بقى تتبيعو. من بعد ديك 5 شهور ديك الساعة تبدا تبيع الدجاج، ديك الساعة إن شاء الله تبان لك النتيجة، ولكن ما تسمعش بأن 500 مية تكون عندك 100 120 دجاجة ولا ممكن تكون عندك 120 بيضة في النهار ولا لا، تيبيضو نهارية ونهار لا، ممكن خاصك تفوت واحد 300 دجاجة في النهار يكون بلاصة فين يسرحو باش انه يكون عندك واحد المدخول اللي منهم اللي هو زوين. وبالنسبه اذا كبروا ولات عندهم 5 شهور تقريبا او ما بين 5 شهور ونص حتى 6 شهور تقريبا، ما بين 5 شهور حتى 6 شهور تيولي تيبيض الدجاج البلدي وتيولي القطيع نقي 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 بزاف، وتتجنب جميع الامراض، اي مرض ممكن يجي من هنا المستقبل ولا من هنا قدام الا وتتلقاك انت حاربتيه من الصغر اللي كانوا الفلاس باقي صغار تكون حاربتيه انت، وما تطيحوش في مشكل باش تحط. انا اللي خسرت فيه بزاف الفلوس اللي خسرت في هذيك 80 كانت ليا بلعات ماكله
وبلا معنى حتى الاخر مات ليا داكشي كله خسرت فيهم. وخوتي شكرا لكم بزاف، الى عجبكم الفيديوهات تنسى ديروا واحد لايك سبسكرايب باش اللي تشجع فقط وباش نقدموا محتويات جميله ورائعه جدا.